بودغا أواخر أغشت وبدايات سبتمبر تعرف المنطقة بالعواصف الرعدية، حيث فيضانات المجاري المائية وما لها من تأثيرات على المباني السكنية والسياحية المحادية. وغادي يمكن هذا السد هذا من حماية الساكنة من فيضانات والتدغى، بالإضافة إلى التزويد بماء صالح للشرب، وكذلك يعني سقي الأراضي الفلاحية المتواجدة بسافلات السد. من المنتظر أن تبلغ الواردات السنوية المتوسطة للسد 13 مليون متر مكعب. بمحيط السد تم تخصيص أراضي شاسعة مفتوحة للاستثمار الفلاحي والاستثمار السياحي في منطقة عرفت الجفاف منذ سنوات. يعتبر سد تودغا وغيره من السدود إجابة ملموسة عن إشكاليات التدبير المندمج للموارد المائية بواحات الجنوب الشرقي للمملكة. استجابة